السلام عليكم. اوكتافيا مخافيا كان اعظم وفيديو جديد معانا اوكتافيا اي 7. في مشكله في السنتر لوك، بضغط عشان اقفل ما بتقفلش، فاحنا هنشوف مع بعض. وطبعا مش معلم ان في اي باب مفتوح، المفروض لما اجي اضغط اقفل يقفل معايا سنتر لوك، وانت ماشي بتحس ان السنتر لوك بيقفل ويفتح. فاحنا هنشوف مع بعض، هنغير المفتاح ده وهنعرف ازاي بيتغير. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها اقف ارجع العصاية على الدي والاس، وارفع فرامل اليد واطفي السيارة. بعد كده بجيب تولز خاصة اللي هي البلاستيك اللي انتوا شايفينها، واعمل قرصة من هنا من على اليمين، اطلع اول كليبس، واجي من على الشمال نفس الكلام واطلع الكليبس واحررها خالص كده زي ما احنا شفنا. طلعنا الكفر، هيظهر معايا المفتاح ورا ظاهر اهو، وعندي فيشتين، فيشة اللي هي بتاعة المفتاح نفسها اهي، والفيشة اللي تحت بتاع نور الغيارات. هنشيل الفيشة بتاعة المفتاح، هنشيلها ازاي؟ هنجيب مفك تيست صغير، في عندي بنز واضح اهو، بزق البنز ده وبطلع الفيشة لبره، هتطلع معايا، بزق ده للداخل طلعت الفيشة. بعد ما طلعت الفيشة ابدأ اخرج السويتش. عندي في السويتش في كليبس هنا اهو، وفي كليبس تاني قصاده، ازق واجي نفس الكلام ازق التاني كده وازق المفتاح لفوق، يبقى انا كده حررت السويتش، اتحرر قدامي خالص اهو، وهطلعه. ده البارت نمبر ظاهر قدامي، نفس البارت نمبر اجيبه واجيب الجديد. جبنا مفتاح جديد بنفس البارت نمبر اللي هو 5E1927132N. افتح العلبة واطلع المفتاح الجديد ده، طبعا مفتاح اصلي اوريجينال جايبه من التوكيل، وادي المفتاح الجديد والمفتاح القديم زي بعض بالظبط. كل اللي هعمله ان انا اشيل حتة الديكور اللي هنا اركبها مع المفتاح ده الجديد. هنشوف ازاي هنخلع قطعة الديكور دي، وعلشان نركبها في المفتاح الجديد اللي جبناه. عندي قطعة الديكور، لو بصينا في المفتاح نفسه هنلاقي فيه كليبس، ده كليبس اهو، والكليبس التاني، وبعدين مجرة، هنا مجرة وهنا مجرة داخلية، المجرة هنا داخلية. طيب دايما ده اتجاه الدخول، طالما هو عامل زي شطف هنا يمين وشمال يبقى ده اتجاه الدخول في قطعة الديكور. نعملها ازاي؟ هنيجي مع بعض نبص، هنركز على الكليبس ده والكليبس ده في ما بين المفتاح، نبص مع بعض هنلاقيه هنا بس طبعا هو مش ظاهر قوي، والتاني هنا، وباجي بحاجة رفيعة زي دي كده واقوم ضاغط على السن من جوه، وانا ماسك بايديا الاتنين عشان همسك بصابع واسحب بصابع تاني، الاقي اتحررت من جهة، واجي على الجهة التانية اعمل نفس الموضوع. الاول اتأكد ان هي اتحررت كويس، واجي على الجهة التانية وانزل، واسحب لبره، الاقي
انفصلت عن بعض زي ما احنا شايفين، واجيب المفتاح الجديد لو انا حابب اركبه ابدأ بنفس الطريقة اللي تركب. يعني لو نلاحظ هتلاقي واحدة عكس واحدة، يبقى كده الاتجاه اهو، ولما اجي اركب اعمل كده وازق لقدام بحيث انها بعد كده هتبقى مستوية مع بعض. ادي المفتاح، وزي ما اتفقنا نلف دي، ما ينفعش الاتنين يبقوا في اتجاه بعض اهو، وابدأ اعمل دي على دي كده واسحب واسمع التكة، يبقى كده قطعة الديكور اتركبت. وارجع المفتاح في مكانه، بعد ما ركبنا المفتاح الجديد ارجع المفتاح في مكانه، وبنفس الطريقة ارجع العصاية للدي على الاس، واطفي العربية واركب ده المفتاح اهو، اركبه مكانه واسند بايديا كده واضغط لتحت، سمعنا التكة بتاعة التركيب، وابدأ اركب الفيشة بنفس اتجاهها. طبعا الفيشة عمرها ما هتركب غلط، البنز ده يبقى في اتجاهه علشان يقفل مع بعض، ظاهر معايا كده في الكاميرا، واضغط لجوه والاقي المفتاح اشتغل معايا زي ما انتم شايفين. وبنفس الطريقة اللي حليت بيها اركب دي واضغط لتحت لحد ما اسمع صوت الكليبسات، واتأكد انها ركبت تمام، وادي الجلدة بتاعة الفتيس. كل حاجة بقت راكبة تمام في مكانها. اكتفي ما خفي كان عظم، دايما بتقدم الجديد. عزيزي مشاهد قناة A to Z Back Coding، قبل ما تخرج اذا عجبك الفيديو شاركه مع الاصدقاء، ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس هيجيلك كل جديد. اعجابك للفيديو ده مكسب كبير ليا، ولو ليك اي تعليقات اكتبها وهرد عليك فورا. A to Z Back Coding، دايما الجديد.